حشومه حشومه اش درت لكم هالجميله؟ اشنو درت لكم هالجميله في ملك الله؟ هلبسي كتشوفي فيه بدلت عليك شي حاجه؟ شي نهار كذبت عليك؟ انا ما عندناش فين نسكنوا، السكنه ما عندناش فين نسكنوا، نقولها لك السكنه ما عندناش فين نسكن، احنا ساكنه. السلام عليكم اخوات الخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ الامور هانيه؟ نتمنىكم تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال، امواتي وحبابي وكلكم راه لا فيكم ما فيكمش الفراق. الله يحفظكم والله ييسر امركم. وبزاف تاع البنات ولا ديال الامهات اللي قالوا لي داعي معانا وقت ان شاء الله يفك الله سلاحك وتولدي ان شاء الله. انا خوتي نداعي معاكم من دابا، الله يحفظكم وين يجيكم ويعطيكم اللي تضمنته في خاطركم ويعطيكم راحه البال والصحيحه، والله ينجح وليداتكم والله ينجحكم والله يسقط طريقكم والله يعاونكم في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. واللي كتسنى وليدات الله يحل حزامها ان شاء الله يا ربي، وتحمل وتولد وليدات يا ربي امين، لا راجل ولا امراه. واللي واحد السيده قالت لي داعي عليا مع والدي مسكين مود يعني عنده بليه وداكشي، الله يرد به والله يعفو عليه يا ربي امين، وتحيد منه ديك البليه يا ربي امين. الله يعاونه ان شاء الله عليها حتى يحيدها ويكون ان شاء الله سند ليه سبحانه وتعالى حتى تحيد منه ديك البليه يا ربي امين، والله يعفو عليه والله يعفو عليه. وكاينين شي بنات اللي قالت لي داعي ليا مع بناتي، الله يصلحهم ليك ويعطيهم الرزق وتشوفيهم ان شاء الله كيف ما بغيتي، واللي ما مزوجاش الله ان شاء الله يفتح لها باب الخير ويسقط طريقها، وان شاء الله الله يعطيها نقره فين يغبر نحاسها، الله يعطيها الذهب ان شاء الله فين يغبر نقرتها. وهذا ما كان اخوتي، تاتوما دعاو معايا ان شاء الله بس ربي يفكني على خير ويكمل الحمايه ديالي على خير، ودعاو معايا اخوتي ان شاء الله ملي نولد يحيد مني هذا السكر لان هلكني 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 بزاف بزاف. المهم اخوتي دابا راني وخربق لي خربق لي كلشي خربق، دابا بحال البارح ناعسه مع ثلاثة تاع الليل وفايقه مع السبعة ونص، كنشرب هذيك كندير الماء انا باش كنشرب الكلينه ديال الغده الدرقيه، وكنجلس من وراها واحد الساعه عاد فطرت بواحد شويه فطرت، المهم راكم عارفين دقيت الانسولين، وعاوتاني بقيت جالسه حتى ديك العشرة العشرة ونص، عاد انا رجعت نعس فقط دابا مع الوحده تخربق ليا النعاس ديالي تخربق ليا. المهم يلا فقط دابا. المهم عبد الرزاق راه داياسي المدرسه وداكشي وهذا. المهم اخوتي دابا غادي ندير معاكم واحد، غادي نصاوب لياسين شي شويه ديال نطيب ليه شويه الروز، هو عز عليه ما يغبش ياكل معايا الخضره وداكشي، غادي نطيب ليه شويه الروز. يا مزدرت ليه الشعريه يموت عليها، يا مزدرت ليه الشعريه كيموت عليها. واليوم غادي ندير ليه الروز نطيبو ليه، وغادي انا ندير شي حاجه من ناكل. اصلا انا نطيب العدس كنشدو خوتي، هو اللي لقيتو زوين بعدا كنشدو وكان كنشدو ونطيبو ونخليه صوبه بحال صوبه يعني جاري يعني جاري، وكنبقى نصفيه بلا خبز ما نشركوش مع الخبز. دابا غنسخنو نعاود ندوب الانسولين، ندير شويه الروز يطيب، ها هو شويه الروز يطيب وصافي. واني معاكم اخوتي، بغيت غير نجاوب على مثلا ندير البوطه بعدين طيب. ندير العديسه على طيبه، ها نخليها هكا جاريه، غادي نسخنها. الترويزات غادي نشدهم نكب عليهم الماء، وهذا الماء اللي بقى هذا الماء اللي بقى انا عمر به اكل بغيت عشا ويستهاز. طيب هنا ندير عليها مليحه
واعتيرها طاب. بغيت اخوتي كما قلت لكم بغيت غير نجاوب على واحد التعاليق، يسمحوا لي الخواتات وسمحوا لي المهمات وسمحوا لي المتتبعين ديالي الغزالين الزوينين، وسمحوا لي القلوب البيضاء، وسمحوا لي على يعني كنجاوب، وكاين شي وحدين كيقول لك لا هذه. المهم اخوتي انا غادي نجاوب، ولكن الجواب ديالي انا راه ديما كما كتعرفوا كيكون سلمي وكيكون زوين، ما كاينش بيناتنا حنا كنجاوبوا كنهضروا كلشي، ولكن ما كاينش بيناتنا الحقد ولا شي حاجه شي كرهيه ولا شي حاجه الا لا داروها بعض البنات بيناتهم. داك الفيديو خوتي اللي درت على قبل الحوايج اللي كنت خازنه باش دابا حليتهم قدامكم ووريتهم لكم كاملين، وريتهم لكم كجميله عزيز عليها الوضوح والصراحه. ما غاديش نمشي نكذب عليكم ونقول لكم راني يلا شريتهم وصبنتهم ولا يلا عطاهم لي واحد السيده ولا نكذب عليكم وندير لكم شي فلاش. انا قلت لكم الصراحه، قلت لكم راني كنت خازناهم ديال ياسين، ودابا راني غنجبدهم وغادي، وكانت مصاوباهم في الميكا ومقادهم ومصاوباهم وساده عليهم دايره فيهم شويه الخزامه باش ما يخلزوش شي حاجه. جاو هما هذوك كاليتي وزوينين وكاينين اخوتي، وريتكم داكشي عادي جميله اشنو كدير في حياتها عادي. كاينين شي بنات اخوتي اللي جاوا بزاف ديال التعاليق، يعني بحال حليت لهم واحد الموضوع غريب جدا، بحال حليت واحد الموضوع ما معتادينش عليه حنا المغاربه وما تنعرفوش. وداكشي كاين بزاف ديال التعاليق، بزاف كاين بزاف تاع التعاليق اللي قالوا لي فكوا حيلك راه زوينين هذه، ولكن جاوا بزاف ديال التعاليق اللي كيقولوا جميله سقرامه، جميله ما كتخرج الفلوس، سيري راه غيعطوك فلوس ديال الولاده وسيري شري بها الحوايج، سيري هادي علاش ما فرقتيهمش شحال هادي، علاش مخليهم حتى لدابا وغادي تلبسي البيبي ديالك حاجه قديمه، وسيري شري حاجه جديده، بريمارك راه غير رخيص. انتما قولوا لي وما كنتش كنسحب حنايا المغاربه، تحياتي لينا كاملين وتحيات للمغاربه الحرار الزينين هذوك فوق الراس، راه حنا فوق الراس، حنا غير نقاش هذا وصافي. ما كيسحبش ليا ولينا برجوازيين كاملين، ما يسحبش ليا ولينا طبقه كنا تبارك الله علينا طبقه عاليه، ما يسحبش لينا ولينا ما نعرف ما بقيناش نديرو، ما بقيناش نرضاو ببعضياتنا، ما بقيناش نرضاو بحوايج نخزنوهم، ما بقيناش نرضاو بالتدبير، ما بقيناش نرضاو نديرو دوال الزمان، ما بقيناش نرضاو ندبروا ونمشوا بشويه بشويه علينا. انا ما نسحبش راسي وليت هكا هويلي على حنايا موالفين. الولد الكبير كيلبس خوه حوايجو كيبقاو لخوه، الولد الخاله كيخلي الولد خالته، بنت الخاله كتخلي البنت خالتها، بنت العمه كتخلي البنت عمتها، بنت الخو كتخلي البنت العم، بنت الخو الاخر، وشي كيرد على شي. ما حد الدراري الصغار غير كيكبروا اكثر، يا الدراري ديال العام اولا ديال الشهور اولا ديال العام اولا ديال العامين راه دغيا كيكبروا كيخلوا الحوايج ديالهم القايه كيف ما هما، كيف ما كتشريهم كيلبسوا دغيا الدراري كيتزادوا كتهزيهم كتعطيهم اولا كتخليهم لولادك الاخرين. ما كيسحبش ليا خوتي، حنا ولينا يعني حتى لهاد الدرجه، حنا ولينا لاباس علينا نشدوا الحوايج نلوحوهم. وحده ثاني قالت لي علاش تقولي الجمعيه، راه ما كاينش الجمعيه لما تعطيهم. اجي عندي اخوتي نديك ليها، اجي نمشي انا وياك عندها تنوريها لك فين كاينه، بلاش ما تاخذي منها الحوايج دي اختي، انتي برجوازيه انتي ما كترضيش تاخذي الحوايج من الجمعيه، يلاه معايا نوريها لك فين كاينه ونجي، حيت انتي برجوازيه ما تقدريش تمشي تما وتهزي الحوايج وداكشي. خلي على الناس اللي بحالي ولا بحال الناس اخرين اللي مساكن محتاجين يمشيو لديك الجمعيه ياخذوا الحوايج مصبنين ومعدلين ومصاوبين. انا نقول لك انا واحد الحاجه اختي، شتي دوك الحوايج انا اللي شتيهم عندي، هذوك الحوايج اللي شتيهم عندي النصرانيه، سيري تتحل تتحيد هاد البرد وجي تشوفي الروملات ديال الزناقي فين كيبيعوا يشرو، وشوفي النصرانيات واقفين على حوايج ولادهم كيبيعوا فيهم. حنا راه حنا اصلا ما كنبيعوهمش، ما نبيعوهمش، وكاينين شي مغربيات كنمشي للرومل كنلقاهم كيبيعوا،
حيتاش حنا كيجينا الرومان ديال الزناقي، يعني القديم ديال الزناقي، كل واحد كيخرج حوايجو كيجلس يبيعهم. كاين مغاربه اللي كيخرجوا حوايج ولادهم سبرديلاتهم، قولوا لي تاني لا ما كاينش هذا الشيء. كاينين، انا شفتهم بعيني، وكنمشيو لهذوك البلايص وكنلقاو الحوايج، الناس مغاربه واقفين على الحوايج كيبيعوهم، ماشي شحال الناس اللي كيبيعوا يشرو، الناس من ديورهم كيخرجوا الحوايج قدام ديورهم وكيبيعوهم اللي كبار صغار على ولادهم. وهذوك الحوايج اللي شتيو عندي انا اختي، اقسم لك يمينا الا نصانيه تجلس عليهم ودير طابله وتبيع لك كل بياسه بثمن. ايه اوروبا مشات يامات يامات ملي كان يحطوهم مع الناس والناس يهزوهم، دابا ولا كل شيء كيتباع. اقسم لك يمينا لو مشيتي شتي شي حوايج اللي كيبيعو تتقولي باص. كتمشي لشي رومن بحال هكا اللي قلت لكم في الزناقي، داكشي كيبيعو كيشرو عادي داكشي، لا كتشوفي شي بياس محطوط لا كتقولي هذا لا شريق، وكيقولي حطوه ويبيعوه. وانتي جالسه عليا انتي ما كيشاده هذوك الحوايج، سيري شري حوايج اخرين، حوايج الرفاع، غير المبره، غير الكاليتي، غير الحوايج الزينين السخان، التوب، غير التوب، غير الكاليتي، التوب اللي ماشي شنيلو، غير التوب، غير المبره. وقالت لك لاله سيري لوحي، وعلاش ما ديتيش معاك السقرامه ملي بغيتي تمشي للمغرب؟ علاش ما ديتيش معاك لمرت خوك؟ علاني انا غادي في الطياره شحال غادي ندي؟ وديت حوايجي وحوايج ولدي وحوايج الراجل، وديت شي حاجه، ديت انا ديت ليهم حوايج جداد ملي مشيت المغرب، ديت ليهم بياس جديد الحمد لله. خوتي شريت لهم صرفيطه الواحد قبيه وصرفيطه لتحت الواحد، والوالده هي وسكينه مشيت حتى المغرب، وشريت لهم بيجامات، وشريت لهم داك زيوفه وداكشي اللي خاص الوالده، راه شريت لها تبارك الله شي كثير وتستاهل كثر، ومازال نمشيو نشريو لها. وسكينه تاهي شريت لها. خديجه اختي ما بينتش لكم الكادو ديالها، مشيت شريت ليها من المغرب توب تاع جلابه زوين، حاطه غزاله باقيه الله خرج، وشريت ليها زيف، وديت ليها داكشي قشاوشات منها، ديت شريت لهم جديد وشريت لهم خفيف. كلا يقول لك شريتي قبيه وهذا، انا هادشي اللي قديت عليه، الا تسحبونيش برجوازيه، انا انتم لا كنتو كتسحبوا راسكم البرجوازيين، انا خوتي ماشي برجوازيه، انا بنت الشعب، انا تحت تراب رجليكم، انا بسيطه، انا عاديه، انا كنقبل بال، انا ماشيش متنفخه، انا ماشيش متكبره، انا ماشيش كدابه. اللي كاين كنقول لكم ها داري شتوها، ها الحوايج ديالي اللي كنلبس، ها اللي كنشري، ها شنو مخبيه لولدي، صافي الحقيقه في الدقيقه ما كاينش الكذوب. وقلت لكم راني ان شاء الله غادي نشري حوايج جداد، غادي نزها اجي عندي ونعطيها الفلوس، وغادي تمشي تشري لي حوايج جداد باش البيبي يلبس المره الاولى، يلبس حوايجات جداد. ومن بعد هذوك اللي صبنت نديرهم في الماري ونصاوبهم ونقادهم ونضرب لهم بلانشا ونخليهم يستفهم، يبقى يلبس فيهم بيبي حتى يتقاداو، ونهزهم تاني حتى البيبي دغيا كيكبر ونديهم للجمعيه، ويشدوهم من عندي الجمعيه ويعطوهم الناس اخرين، حيت حنا كاينين الناس هنا في اوروبا محتاجين. اما بنت اختي في المغرب راه جمعت لها تبارك الله، بنت خويا جمعت لها تبارك الله بلا والي. وكاينه اللي باقا عاقله تبارك الله، باقا عاقله عليا ومتبعاني، عاقله على الدجاج اللي كليت في المغرب مع عند امي، راه السقرامه تاع جميله مشات عند امها كلت لها كاع الدجاج. وبغيتي تاكلي هنديه ها؟ وقولي لي لما كلتوش جميله وصيبتو لها الوالده ديالها وكبرتو لها حتى جاتو كلاتو، اش غادي تاكلي هنديه؟ مرحبا بك اختي، انا نعطيك لادريسه تاع الوالده، سيري تذبح لك الفرارج وتذبح لك الدجاجات وتاكلي وتشربي. يعني الوالده ديالك انت ما كديرش لك هادشي؟ مرحبا بك اخويتي عندنا، انا نديرها لك، الوالده ديالي ديرها لك. ويلي على كليتي لها الدجاج، ويلي على كليتي لها الدجاج. وجميله السقرامه ما كتخرجش وما كتعطيش وما كديرش، عرفتيني شنو كندير انا؟ عرفتي هذيك الوالده شكون اللي هازها؟ من دواها ومن ماكلتها ومن شرابها ومن الضو ديالها
ومن الماء ديالها ومن الدواء كل شيء ديالها ومن حوايجها ومن شكون هاز ديك المرة؟ هزها انت. انا راه قبل ما ندير يوتيوب، اقسم يمينا قبل ما ندير يوتيوب كنشيط من المصروف وكنصيفط للوالده. هذيك امي انا نقعد بالجوع نطلب في الزنقه ونصيفط لها. عرفتيني شنو كندير انا؟ انت عارفه شنو كندير؟ انت ما عارفاش جميله شكون هي. تمنى يا اختي تخرج لك غير شي بنت تشبه جميله، حين تبني حيت اختي المظاهر خداعه. كتبغوا نتوما كلشي تشوفوه بالصوره، انا ما كنبينش شي حوايج. تمنى يا اختي غير شي بنت تخرج لك بحال جميله، مرضيه ومهديه وطبيعيه ومتواضعه ومتصالحه مع نفسها ومع ذاتها. وحاجه اخرى نقول لكم الحبابات، تحياتي الحبابات ديالي، سمحوا لي على هذا الفيديو، سمحوا لي وسمحوا لي بزاف، سمحوا لي برزطكم انا الجواب لهذوك الاخرين. حتى نتوما الله يهديكم علينا، الله يهديكم. انا نقول لك اختي راه جميله كدير داكشي اللي في استطاعه ديالها، حمدنا الله وشكرناه. انا مانيش برجوازيه، انا على قد الحال. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم الباليزه وشنو غادي نشري. ضمونديت على شي حوايج اخرين ديال السبيطار اللي غادي نديهم معايا ان شاء الله، السبيطار ديولي انا والحويجات ان شاء الله اللي غادي تشري لي نتها البيبي، ونوجد ان شاء الله معكم الباليزه وداكشي. وكنمشي على قد حالي، على قد حالي. وكاين اللي كيقول لك لا خاصك انتما حيت انتما يوتيوبرز عندكم فلوس، خاص حنا كنمشيو على قد حالنا. هذاك اليوتيوب راه تابعه ضريبه، راه تابعه مصاريف، راه تابعه كل واحد كتفرق شاضيه شاضيه على واحد، كل واحد شاضيه شاضيه كتفرق على كل واحد. شحال من واحد خدام عندنا حنا في القناه؟ راه ماشي القناه ديالي ماشي بوحدي انا، ماشي تاع جميله بوحدها، فيها جميله وفيها نزهه وفيها عبد الرزاق وهيان وفيها جيهان وفيها راه كلها كتفرق. شو بغيتي تجيني انا؟ غادي تجيني الملايط منين؟ حمدنا الله وشكرناه، ها نحمدوه ونشكرو. وزيدون هذاك الشيء ديالنا حنا نتصرفوا فيه كيف ما بغينا، علاش كتبقاي تدخلي؟ شنو نبين لك انا؟ شنو بغيتي نبين لك؟ شي تشري طوموبيل ما عنديش باش نشريها، شي تشري الدار ما عنديش باش نشريها. الله يسهل علينا، واش نبين لك اختي؟ نبين لك كذوب؟ ها كوزين ديالك كتشوفيها، ها صالتي كتشوفيها، ها داري كتشوفيها، ها حوايجي كتشوفيها، ها لبستي كتشوفي فيه. بدلت عليك شي حاجه؟ شي نهار كذبت عليك؟ داكشي على قد الحال، على قد الحال كنتمشاو وحامدي الله وشاكرينه. وتمنى تكون تمنى يكون ان شاء الله يكبر لك ولدك وتلقاي ليه شمره مدبره بحالنا، مدبره بحالنا. تحمد الله وتشكره وتمشي بشويه بشويه مع راجلها، وما تكبرش عليه، وانا وما تبغيش ليه ما عرفت شنو، تبغي ليه الشمس في السماء. ها الله يجعل شي بركه بنادم كيتمشى. حنا كنقلبوا على الضروريات، اما دوك العفتافت راه دايزين، بنادم راه خاصو يدير دوير زمان. راه ما عندناش حتى فين نسكنو، السكنه ما عندناش فين نسكنو، نقولها لك السكنه ما عندناش فين نسكنو. حنا ساكنه عاش عام شبقين في السماء، هاد الدار ماشي ديالنا، عندنا فيها النصيب ولكن ماشي ديالنا. باش تقدري انك تشريها اولا باش تقدري انك تملكيها راه ميمكنش، راه خيالي، ثمن خيالي، ثمن خيالي. تخدمي في اليوتيوب 20 عام وما تصوريش فلوسها، ايوا. ومازال غادي تشوفوا جميله ان شاء الله، حتى دابا جميله ما خدامه ما ردام، راه هي داك اليوتيوب بشويه بشويه من هنا وشويه بشويه هنا وصافي. اما جميله مازال غادي تشوفوا ان شاء الله من ولاد ونصح ونعود لاباس عليا وكلشي مزيان. غنوض نخدم على راسي، غنوض نخدم بدراعي، مانبقاش حاضي اليوتيوب، غنوض نخدم بدراعي، غنوض ندير الميناج ونوض نخدم، نخرج نخدم باش نصرف على الوالده ديالي وباش نصرف على راسي وباش نسافر. الراجل بوحدو في اوروبا ما يدير والو، الراجل بوحدو راه ما تيصفكش. تعالي شوفي على الضرائب اش ندير فينا، تعالي تشوفي الغلاء اش داير فينا. انت كتقولي لي الحوايج ديري لوحيها، نمشي نلوح على الحوايج جداد
ونمشي نشريهم ب نمشي نلوحهم جديد ونمشي نشريهم ب ب ب بطاقة عنيف طرطاقة. شتي طرطاقة هذيك اللي كطرطق دير 10 اورو 15 اورو وشحال عندي انا تمام طرطاقة؟ راني عندي 100 ما عندي 200 شحال نسيها؟ وضربي الحساب شحال نسيها؟ خصني مليون باش تفرحي باش تقولي جميلة سرات جديد جميلة دير اليوتيوب راه وترى اجن وراح نقوكم هادوك اليوتيوبرز اللي كيبقاو يتفشروا عليكم كيبقاو يكذبوا عليكم. ساكنة في ساكنة في استوديو كاينين هنا انا كنشوف بنات في اوروبا ساكنين في استوديو وكيبقاو يفشروا عليكم ما شارية دار ما ساكنة في دار كبيرة استوديو بيت كوزينة وصالة ودوش وكتبقى تبين لكم غير سميتو غير شويه ديال الكوزينه وواحد كانابي صغيره وكتبقى تحشر عليكم هالحوايج هالحوايج سيت هاد السواغي سيت هاد الصباط سيت هاد المقاله سيت هادي ما عرفت شنو انا ماشي هكا انا اللي كاين كاين ما عنديش غلب الله حمدنا الله وشكرناه عايشين بستر الله عندنا الحمد لله رزقنا ما كنطلبوا حاجه اخرى قال لك داك الفيديو علاش تطلبي لبنات خوك علاش تطلبي لبنات خوك سيري انت يونس راه نتوما لاباس عليكم سيري شري لهم من بريمارك الحوايج راهم عطا على انا كنت انا علاش مشي انا علاش قلتها انا كنت كنسحب باقي ديك النيه اللي كانت شي كيرد على شي وما فيها باس ما فيها باس تكون بنتك قد هذيك اللاج وتعرف تصدقيها وتصدقي حويجاتك وترتاحي نفسيا وتقولي عاونت شي ناس لكن ما نسحبش هكا ما نسحبش هكا وانا قلتها ومفتاخرة وعادي عندي عادي عندي شتي نتلاقى انا اصلا مع شي مرا نكون انا ويا بالزنقة ونهضرو وندرتشو ويكون ولدي ولدها كبر من ولدي نقدر نقول ليها عندك شي حوايج ما كاين حتى مشكل وليدات كيخلي الحوايج نقايا انا قلتها على قبل بنات خويا عادي جدا انا ما قلتش لكم بنات خويا راه ميتين بالجوع عندهم باهم كيصرف عليهم راه تبارك الله الخناشي اللي كيدخل عليهم ديال الخضره ما شتيهاش انت بعينك والطياب اللي كطيب لهم هم كل نهار ما شتيش انت بعينك راه على الخضر تبارك الله المغرب راه تحت ما جيعان كاين اللي كيقول لك لا ما تستهزئيش بالمغرب راه حنايا لاباس علينا وكلش انا عارفه خوتي ردي شي واحد في المغرب ما جيعان انا راه عارفه راه ما جيعانيش التموه كيرزقكم راه تبارك الله الخيرات عرضيها الخضره راه عرضيها الخبز راه عرضيه الخبز راه تمه كتخرجوا انا راني كنتمو كنعرف راني كنخرج كل نهار هذاك اللي كيجي ياخذ الخبز كنخرجوا ميكات تاع الخبز على برا وكنشوف الناس العيله تاع الباطي مش شحال كيخرجوا تاع الخبز كارم على الخبز كارم دايرين به ناس اخرين مشاريع كيشيط الخير والطلاب كيمشي شي واحد بحال هكا مسكين ما عندوش طلاب كيمشي عند مول الخبز كيعطيه جوج خبزات فابور هاك كاين حنا عندنا في المغرب انا هاشيش مولفه مولفه الناس في المغرب تيعطيو بعضياتهم حنا كنصدقوا حنا كنصدقوا 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 حنا هو الشعب الوحيد اللي تنعطيه ديالنا ما ليناش ديالنا ماشي ديال ماشي لينا ناخذوا شويه وناكلوا شويه وناخذ قلتها بالرحب بقلب رحب قلب مفتوح وعادي وما عنديش علاش نضرك وهذه هي جميله وهذه هي نزهه وعادي عندنا ثم اللي جاتكم فيها حساسيه انا ما جاتنيش حس الحساسيه فيها تحيه لكم وسمحوا لي الحبابات ديالي والغزالات ديالي المهمات ديالي المحبين ديالنا للرجال والعيالات سمحوا لينا على هذا الفيديو راني رديت عادي رد بسيط على هذاك الفيديو حشوم حشومه اش درت لكم هالجميله اشنو درت لكم هالجميله في ملك الله عرفتوها مريضه وعيانه السكر نهش ليها الجسم ديالها الريجي منهش ليها الجسم ديالها الغده الدرقيه نهشت ليها الجسم ديالها الحماله قتلاتها كي اللي يقول لك لا انت حملتي غلطتي انا مريضه انا ما نقدرش نولد ثلاثة وربعة وخمسة انا صحتي على قدي واخا تشوفوا الصقيطه راه الصحة على قد الحال واخا تشوفو السكيطة راه الصحة على قد الحال اخوتي ومهكاك وما كتراعيوش
وحده اخرى دعات عليا قالت لي ما عرفت ولدي حنش ولا ما عرفتش تولدي تولدي ما عرفت شنو يعني معيوره. راني كتبت لك كومونتير رجعت لك قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل. هادي تقدك اللي دعا فيا في البيبي ديالي وفي ولادي انا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. وحبابي الزينين حاشا واش يدعوا فيا ويدعوا في شي حد اخر وانا حاشا واش ندعي في شي حد غير هكاك. انا كنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل ما ندعيش ما ندعي في حد. انا نطلب لكم غير يا ربي صلحكم وصلح تريكتكم يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم يعطيكم الصحه وراحه البال يا ربي امين ويا ربي تعطيكم كل من حاجه تمنيتو في خاطركم ويصلحكم ويصلح لك تريكتكم يا ربي يا ربي يعطيكم صحيحتكم يا ربي. هادشي اللي كنتمنى لكم خوتكم جميل وتحياتي لكم والله يحفظكم وبسلام عليكم. سمحوا لي على هذا الفيديو المطول شويه.